فاكرين الدوكش الارهابي بتاع القليوبيه محمد حافظ اللي هو مشهور بالدوكش اللي تورط في قضايا مخدرات وسلاح وقتل عدد من رجال الشرطه في منطقه الجعفره والمثلث الذهبي. وزاره الداخليه بتجري تحرياتها على 15 ضابط متورط مع الدوكش. مدير امن القليوبيه اللواء سعيد شلبي مساعد وزير الداخليه الامن القليوبيه قال انهم بيفحصوا ملفات بعض افراد الشرطه التي حامت حولهم شبهات بالتعاون مع العصابه، كمان احاله ضابطي شرطه الى الاحتياط بعد اجراء تحقيقات موسعه معهما للكشف عن مدى علاقتهم بعصابه الدوكش وكوريا المتهمين بقتل رئيس مباحث قسم تاني شبرا الخيمه ومعاون مباحث مركز الخنكه وثلاثه اخرين من افراد الشرطه. طيب يعني حضراتكم طبعا شايفين